أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم بالآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأخيه إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتنا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد نمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أكمل صالحا ترضاه وأصلحني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأعذبنه أو ليأتيني بسلطان مبين.
مكث غير بعيد، فقال أخذت بما لم يخطب، لم تخط به جئتك من. فكث غير بعيد، فقال أخذت بما لم تخط به وجئتك من سبإ بنبإ يقين. إني وجدت امرأة تملكوكم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر وصدقت أم كنت من الكاذبين. أذهب بكتاب هذا فألكه إليهم ثم يتولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تقروا علي واختوني مسلمين؟ قالت يا أيها الملأ افتوني في أمر ما كنت قطيئة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرات بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلينأتينكم بجنود لا قبل لكم بها ولنخرجنكم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكيروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون.
فلما جاءت كيل إخاك ذا أرشخ قالت كأنه هو وأوتنا علم من قبلك وكنا مسلمين. وصدق ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرخ فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرخ ممرد من قوارير. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاكم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طيركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال تقسموا بالله لنبيتنه وأكله ثم لنقولن وليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خبيئة بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون نساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنكم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عبده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها
إله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، إله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر فإذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ممن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، إله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، إله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. بل دراك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها آمون. وقال الذين كفروا وإذا كنا ترابا وآباؤنا لإنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستخجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غابة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإن كل هدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينكم بحكمه، وهو العزيز العليم. فتوكل على الله، إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بخاد العمي عن ضلالتهم، إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لكم دابة في الأرض تكلموهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون.
ويوم نحشر من كل أمة فرجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون وقال القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوهكم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتخرفونك وما ربك بغافل عما تعملون